باسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. حلقة جديدة مع فرانك دكتور أوستين. معلش بقى المايك هيجي من الجنب، عايزين نغير المادة دي بقى. هي مادة قانون الكنيسة. قانون الكنيسة من 40 كانت موجودة في الفرقة التانية والفرقة التالتة. طبعا في قانون الكنيسة واد نجم 31 و37 أستاذ المادة مستشار من أساسها جدا، فلازم في الفيديو ده أخد بالك جدا جدا وأنا بتكلم، لا أتاخد على أي كلمة قانونية. بس زي ما بتكلم في كل فيديوهاتي، مفيش كلمة بحاول أفلتها ولا أقولها غلط، لأن أنا بحترم الناس وبحترم نفسي، وفي نفس الوقت بحب إن أنا أقول الحاجة اللي أنا عاوزها من غير ما يتمسك عليا أي غلطة. وده يمكن اتعلمته مؤخرا، أو نقول من 4 5 سنين، بعد ما اتعاملت مع شخصيات عجب الإعجاب في كل حاجة. المادة دي حلوة جدا، مادة كويسة، كانت لذيذة وبسيطة، فيها دردشة، فيها كلام، فيها نقاش. والأهم كمان إن المتوسط بتاعي كان لذيذ، 34 امتياز. برضو حد عايز حاجة في قانون الكنسي اشرحها له عادي، مفيش مشكلة، اقابلكم في الحلقة الجاية. وبرضو مع مادة للمستشار من الساسبت. شكرا جزيلا.